أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة أخرى من هذا البرنامج اللي تيجيكم كل يوم في مثل هذا الوقت لتناقش فيه عدد من المواضيع كما قلت سابقا سواء متعلقة برمضان أو غير رمضان، ولكن الفقهاء تيقولوا المناسبة شرط، يعني راه رمضان فرض راسه. واخا أنت تقول أنا غادي نتكلم في مواضيع متعلقة برمضان وبغير رمضان، ولكن طبيعي انه المواضيع ديال رمضان انها تفرض نفسها، انها تكون هي الحدث اللي ممكن اننا نتكلموا عليه اكثر. اذا ما غاديش نطول عليكم، موضوع اللايف كما شفتوه اليوم هو متعلق بزكاة الفطر، بحكم انه جات عدد من الاسئلة سواء البارح في اتصال هاتفي او في عدد من الرسائل اللي وصلتني واللي تيطلبوا مني فيها انني نتكلم على زكاة الفطر، خصوصا واننا احنا دابا تنعيشوا واحد فترة خاصة، تنعيشوا واحد ظرف خاص اللي هو الظرف المتعلق بالوباء والتداعيات ديالو، خاصة التداعيات الاقتصادية والتداعيات المادية. إذا اليوم كما قلت غادي يكون حديثنا على زكاة الفطر. مرحبا بالاتصالات ديالكم كالعادة، مرحبا بكل تفاعلاتكم، عندكم تساؤلات كما تنقول ديما سواء متعلقة بالموضوع أو متعلقة بغير الموضوع، ممكن أنكم تصلوا بنا على الخط على الرقم الهاتفي اللي تتشوفوا أمامكم على تحت الشاشة ولتتصلوا بنا عليه دائما، اللي هو صفر صفر ستة اللي هو صفر، عفوا نشوف الرقم ديال الهاتف كما قلت راه موجود تحت الشاشة اللي ممكن أنكم تواصلوا بهم معنا. مازال ما باينليش، انا ما عنديش نايم، مازال ما باينليش رقم الهاتف. 0682 01 88 23 0682 01 88 23، ممكن انكم تتصلوا بنا للحديث حول هذا الموضوع وباش تسولوا اي سؤال كما قلت، حتى ولو كان تعقيب على ما كان في حلقة ماضية وفي حلقة سابقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل اتصالات ديالكم حول الموضوع زكاة الفطر. ندخلوا مباشرة للحديث حول زكاة الفطر. زكاة الفطر كل شيء تعرفها، تنسميوها المغاربة احنا الفطرة، هي هذاك المبلغ ديال الزكاة اللي تيدفعو الإنسان في آخر رمضان، في آخر رمضان، والناس تنظن انا اعتادت عليه وعرفاته وماشي شي حاجه فقهيه اللي غامضه اللي ما معروفاش. الناس ماشي بزاف، نقول الناس كلهم انهم تعودوا على اداء ما يعرف عندنا في المغرب بالفطره اللي هي زكاه الفطر. ما غاديش نتكلم بزاف على الاحكام اللي هي معروفه، ان زكاه الفطر تتخرج في اخر رمضان، انها خصها تخرج قبل العيد، وانها اذا تخرجت بعد العيد لا أثر لها، يعني ضروري الزكاة ديال الفطر أنها تخرج قبل العيد، لأن علاش خصها تخرج قبل العيد وماشي بعد العيد، وأنها إذا تعطات بعد العيد لا أثر لها؟ لأن شنو المقصود من زكاة الفطر؟ المقصود من زكاة الفطر هو هذاك الفقير تعاونوا شوية، تفرحوا شوية باش حتى هو يوسع على وليداته، باش حتى هو يدخل على الفرحة على الأسرة ديالو يوم العيد، إلا شي وليدات صغار محتاجين شي لبسة يشريها لهم، الطعام اللي خصو يكون في هذاك النهار ايضا تيكون عنده شويه ديال الفلوس باش يوجد طعام زوين، باش يوجد شي حاجه زوينه يعيد بها هو وليداته. وبالتالي ضروري وضروري جدا انها تكون قبل العيد، هذا شرط اللي تنشوفوا داروه الفقهاء واللي تنشوفوا انا شرط منطقي وشرط معقول، اللي هو انه زكاة الفطر خصها تكون قبل العيد ماشي بعد العيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي شنو غادي يخرج الإنسان في زكاة الفطر؟ للأسف الشديد أنا وهذه نقطة مهمة اللي هي بغيت نتكلم عليها في هذه الحلقة هذه. بزاف ديال الفقهاء، وهذا مشكل كبير صراحة عانيوا في عدد من القضايا،
انه بزاف ديال الفقهاء عندنا مازالين مرتبطين بواحد الفقه قديم. هذاك الفقه هو مرتبط بوقته بعصره، ما مرتبطش بزماننا نحن، ما مرتبطش بالوقت ديالنا حنا. حنا عايشين في وقت اخر، عايشين في زمن اخر، عنده احتياجات اخرى، عنده طريقه تدبير الحياه وحده اخرى، عنده طريقه مختلفه في الحياه. فخصنا حتى حنا خصنا الفقه يكون متناسب مع الواقع ديالنا. على سبيل المثال زكاه الفطر، انا تنستغرب انه فقيه مازال دابا تيقول لك بان زكاه الفطر خصها ضروري تخرجها قمح. علاش اسيدي؟ علاش؟ قال لك لان زكاه الفطر في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانت تخرج بر، اللي هو القمح الزرع. ايوا هاي كانت تخرج بر. واش انت عارف بان راه البر في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان هو الماده الاساسيه اللي تيتم بها حتى عمليه التبادل التجاري؟ لان النقود كانت قليله، واخا كانت دنانير، واخا كانت دراهم، كانت قليله جدا. ناخذوا اتصال هاتفي ونرجعوا نكملوا. الو مرحبا. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. كيف داير اسيدي بخير؟ واش مرحبا، شرفنا بالاسم والمدينه. اسيدي انا من الاسم محمد الكبيري. محمد الكبيري. مرحبا مرحبا سي محمد، ومرحبا بالناس ديال مدينه فاس اللي طبعا غاليه على القلوب ديالنا. اهلا وسهلا سي محمد. الله يجازيك اخويا. بغيت نسيت نغاله وحول التحيه ديالي انا راني نحبب على نجري. الله يرحم الوالدين. ايوا ساكن في واحد البراسه هذا راه مده ديال واحد 50 ولا 54 عام. نعم. ومحروم اخويا ما كنتش لا من الماء ولا من ولا من اي شي حاجه اخويا. التلاميذ اللي كانوا معايا عايشين في الجور مرة ما بغاش تجلس ولا لا عرفت. ما تنسمعكش مزيان، الصوت ماشي واضح السي محمد، ولكن غير بغيت نعرف واش المشكل ديالك عام على الحاله، على الحاله الماديه ديالك، ولا عندك شي سؤال متعلق بالبرنامج؟ لا سيدي غير الحاله ديالي ما عنديش حتى اخر. نعم السي محمد، ممكن انك تخلي الرقم ديالك للناس ديال القناه من بعد ما يسالي هذا البرنامج، حيت دابا عندنا برنامج اللي تنتكلموا فيه على واحد الموضوع وتنستقبلوا فيه الاسئله حول هذا الموضوع. من هنا واحد نصف ساعه غادي يكون البرنامج، وممكن انك تعاود تتصل باش تخلي الحاله ديالك والرقم ديالك عند القناه الى بامكانهم انهم يقدموا لك شي نوع ديال المساعده. شكرا على الاتصال. وكلهم حلوين بهذا الرقم اللي نديرو. تسمعك الصوت ماشي واضح. نعم الرقم الهاتف عندنا نخلي اخويا تتصل في هذا الرقم نيت، ولكن بعد ما يسالي اللايف. حنا دابا على الهواء مباشرة. مرحبا، شكرا جزيلا. فقلت قلت انا ما تنفهمش كيفاش انه ناس مازال تيقولوا لا خصك تخرجها زرع. الزرع في هذاك الوقت راه كان به تتم عدد من المعاملات. الزرع تما كان هو غالب، كما جاء في هذاك الحديث نفسه، غالب قوت اهل البلد. الناس كانت تعيش واحد الحاله ماديه مختلفه على الحاله اللي حنا فيها، وكان انك تجيب واحد كما تنقولوا واحد ربعه ديال المدود اللي هو صاع من البر، اللي هو المقدار اللي كان في هذاك الوقت ديال زكاه الفطر، انك تجيب واحد ربعه ديال الحفنات اللي هو المد، ربعه ديال الحفنات، انك تجيبهم تدخلهم على واحد السيد للدار ديالو، هذاك راه كان شي حاجه كبيره وكبيره جدا، كانت شي حاجه نفيسه جدا. كان هذاك الفقير لما تم جايب ديك الخنشه ديال الزرع اللي فيها داك الشيء، لان ما غاديش يكون غير صاع واحد، لانك انت ما تخرج على راسك وتخرج على ناس معاك، على ناس معاك في العائله، وبالتالي غادي تعمر واحد الخنشه ديال، غادي تعمر واحد الخنشه ديال الزرع وغادي يتم مدخله عليه. كانت الحاله عندهم فقيره، كان الزرع تيمثل واحد القيمه كبيره عندهم، ممكن انه ياكل به، ممكن انه يديه للسوق، ممكن انه يديه للسوق وانه ياخذ به مسائل اخرى اللي ممكن انها حتى هي هو محتاج لها، او انها تفرحه، او انها تفرح وليداته في العيد. ما كانوش الفلوس موجوده، كانت الدنانير والدراهم، ولكن كانت شي حاجه قليله جدا. وما كانش الفلوس بمعنى النقود، هاد الفلوس، هاد الاوراق ولا نقود، دوك الدنانير ودوك الدراهم ما كانتش هي العمله الرئيسيه، ما كانتش هي العمله الاساسيه. ما يمكنش انت تاخذ لي هذا الوضع اللي بهذا الشكل وتسقطوه على الواقع ديالنا،
اللي دابا هذاك الفقير براسو الا مشيتي عنده تقول له واش تبغي نجيب لك الزرع يقول لك اودي شادير انا نمشي زرع انا نعجن الخبز نمشي نشري الدقيق من الحانوت ونمشي وتمشي تنصاوب الخبز ولا تنشري الخبز من باتيسري انا بغيت الا كاين شي فلوس الفلوس هي اللي ممكن انها تنفع الفقير اليوم لان واش حنا عندنا الغرض اننا نلتزموا بالاحكام الفقهيه كما هي ولا عندنا الغرض اننا نحققوا المقاصد ديال الشريعه من هذه زكاه الفطر شنو هي مقاصد الشريعه من هذه زكاه الفطر هي اننا ندخلوا الفرحه ما نقولش نغنيوا زكاه الفطر ما عندها ما تغني ما ندخلوا الفرحه على هذاك الانسان الفقير في العيد دابا هذاك الانسان الفقير براسو الى مشينا سولناه وقلنا له انت شنو اللي فرحك اكثر واش اننا نعطيوك فلوس ولا اننا نجمعوا لك واحد الخنشه ديال الزرع واننا نجيبوها لك بطبيعه الحال ولا شك وبلا اشكال غادي يقول لك غادي تجيب لي فلوس اصاحبي فلوس عطيهم لي فلوس وانا نشري اللي بغيت نهيئ الماكله اللي بغيت نخلص بها اللي بغيت ما غاديش يفضل انك تجيب له زرع اذا حنا شنو خصنا نراعيو هنا الافضل للفقير هو نراعي واحد الاحكام فقهيه مرتبطه بالزمان ديالها مرتبطه بالوقت ديالها اي باش نكون واضح في هذه المساله هذه اللي هي انه زكاه الفطر ماشي بالضروره انها تخرج من القمح ولا من الشعير هذو كانت وسائل مستخدمه قديما اليوم بامكاننا اننا نخرج ما يعرف بالفطره وانا تنشوف هو الاولى وهذا الشيء اللي تنحض عليه الناس وهذا الشيء اللي تنخبر به الناس الى سولوني زكاه الفطر خرجها فلوس لانها انفع للفقير فلوس ماشي خنجه ديال الزرع وماشي خنجه ديال الشعير اللي غادي تفيدو في رمضان في العيد واللي غادي تفرحوا في العيد ما غاديش ندخل انا في الخلاف الفقهي ما بين الفقهاء هذه مساله خلافيه قديمه ما بين الفقهاء واش زكاه الفطر تخرج نقدا او لا تخرج نقدا ولكن انا تنقول شوفوا معايا غير بالمنطق وبالعقل ايهما انفع للفقير ياك هاد زكاه الفطر كلها دارت على ودك الفقير ياك الغرض من هاد زكاه الفطر هو نفع هذاك الفقير هو اننا ندخلوا الفرحه على هذاك الفقير ايوا سولوا هذاك الفقير براسه واش يبغي خمسه ديال الزرع ولا يبغي تعطي واحد 200 درهم 300 درهم الا جمعتي مثلا الا جمعتي مثلا هذيك القيمه ديال مثلا واحد السيد عنده في الدار 7 ديال الناس 8 ديال الناس وشوف كل واحد شحال غادي يجيه الثمن شحال غادي يجيه وبالتالي غيضربها في 7 ولا في 8 غتعطيه واحد 200 ولا 250 درهم حسن ما تم غادي له بخنشه ديال الزرع يمشي يقلب هو على انه يبيعها ويخسر فيها ويصدق واخد فلوس قل من داكشي اللي ممكن انك تعطيه مباشره علاش تضيع عليه هذه الفرصه هذه وهذه بالمناسبه هذه حاله شفتها بعيني ما شفتهاش يمكن في المغرب ولكن كنت عايش واحد الوقيته في السعوديه والسعوديه حتى هما عندهم فقهاء اللي تيقولوا لهم بما انه غالب قوت اهل البلد هو الرز فزكاه الفطر تيخرجوها بالرز فتتكون ايام ديال الاخيره ديال رمضان تتلقى الناس جالسين في الزنقه وتيبيعوا الفطره زكاه الفطر تيبيعوها وتيبيعوا تتلقاهم دايرين واحد الخناشي ديال الرز حاطينهم تتاخذ الرز وشنو تيوقع شوف لاحظوا معايا شنو تيوقع باش تعرفوا بانه راه خصنا نشوفوا الانفع للفقير ماشي نشوفوا اشنو قالوا الفقهاء بالحرف ولا شنو كانت تعطى شحال هذه قدام عيني هذه الحاله وقعات ديال الفقراء تيمشيو تياخذوا تتمشي مثلا انت تتشري هذيك الميكه ديال الرز تتشريها باقي عاقل بشي 8 ريال 8 ريال سعوديه يعني تقريبا 40 درهم مغربيه تتشريها ب 8 ريال سعوديه تتشريها هذوك الناس دوك الناس اللي من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء في الغالب ولا اصولهم افريقيه تيكونوا جالسين تما حدا هذاك اللي تيبيع الخناشي تيكونوا جالسين حداه انت خديتي الخنشه شريتيها ب 40 درهم تتعطيها لهذاك الفقير تتعطيها له وتتمشي حالك على اساس صافي انت اديتي اللي عليك واديتي زكاه الفطر شنو تيدير هذاك الفقير تيشد هذيك الخنشه ديال الرز اللي عطيتيه وتيعاود يبيعها لهذاك السيد اللي شريتي انت من عنده
تعاود يبيع عليه طبعا بثمن اقل ب 5 ريال مثلا تبيع له ب 25 درهم. انت شريتيها ب 40 درهم وعطيتيها له على اساس ينتفع بها، على اساس ينتفع ب 40 درهم، هو تعاود فيها البيع وتضيع له 15 درهم. وهذاك السيد تيصدق شكون اللي رابح؟ هو هذاك السيد اللي جالس يبيع في الروز. مالنا على هاد فين ودني كجحة؟ اعطيه 40 درهم مباشرة لهذاك الفقير وهني راسك. اعطيه 40 درهم لهذاك. انا ما تنقولش دابا، انا تنقول غير هذا المثال اللي تكلمت عليه. اما غادي نجيو في المغرب شحال ممكن انك تخرج في زكاة الفطر. اذا هذاك المبلغ هذاك الشيء اللي تعطي ليه هو يمشي يعاود يبيعه باش يستافد بالفلوس. هو الغرض عند ذاك الفقير انه يستافد فلوس، ما عنده غرض بروز، ما عنده غرض بزرع، ما عنده غرض بشعير، ما عنده ما يدير بهم. ولهذا اعطيه ما هو انفع له، اعطيه الحاجه اللي غتدخل عليه الفرحه اكبر، والحاجه اللي غتدخل عليه الفرحه اكبر هي انك تعطيهم له فلوس. لهذا انا تنشجع وتنحض وتنحث الناس على انهم يعطيوا الزكاه نقدا، يعطيوا الزكاه فلوس، ما تعطيوش الزكاه زرع. اعطيتيها الا كنت انت مقتنع بان مثلا خصها تكون زرع وبغيتي انك تعطي زرع، ما غاديش نقول لك لا، او غادي نقول لك ما دايزاش. ولكن انا شخصيا تنحث الناس على انهم يعطيو الزكاه ديالهم نقدا، ما يعطيوش الزكاه ديالهم زراع ولا شعير ولا غير ذلك، لان هذا هو الانفع لي بالنسبه لي. تنشوف ان هذا هو الانفع لهذاك الفقير وهذاك السيد اللي بغينا اننا ندخلوا عليه، اللي بغينا ندخلوا عليه الفرحه في مثل هذا اليوم. المهم نرجعوا الموضوع اللي كنا تنتكلموا عليه، اللي هو الموضوع ديال زكاة الفطر، كيفاش تخرج، شنو تخرج، شحال غادي تخرج. انا عطيت غير مثال ب 8 دريال، هو فعلا 8 دريال سعودية، هي 8 دريال سعودية ماشي هي 40 درهم، 8 دريال سعودية هي 20 درهم، 8 دريال سعودية هي 20 درهم. نرجعوا للموضوع اللي كنا تنتكلموا عليه اللي هو متعلق بهذه الزكاة في المغرب الآن. إذا إنسان غادي يخرجها نقدا، شحال غادي يخرج؟ شحال غادي يخرج؟ الفقهاء حدوا كمقدار لإخراج زكاة الفطر هو صاع من القمح، صاع من القمح، من البر اللي هو القمح والزرع. هذا الصاع من القمح شحال هي بالمقدار ديال اليوم؟ الصاع احنا دابا هادو حتى شوف المقاييس اللي تيعتمدوها الفقهاء هي براسها قديمه. علاش؟ لان هي اللي كانت في عصرهم. الان الفقيه لما يجي يتكلم على زكاه الفطر ما يقولش لي انا الصاع وما يقولش لي انا المد، لان هذه المقاييس ما بقاتش. بغيتي حتى تقول الناس انهم يخرجوا محل دابا مثلا، يمكن في بعض البوادي عنده فعلا الزرع ما باغيش يخرج فلوس، ما تيبغيش يخرج الفلوس. بعض البوادي ناس اللي باغا تخرج نيت زكاة الفطر، باغا تخرجها بالزرع، اعطيه بالمقاييس اللي تيعرفها اليوم، اللي هي الكيلوغرام، اللي هي الجرام. الا كنتي في بعض البوادي، راه بعض البوادي عارف انهم باقيين تيستعملوا العبرة، باقيين تيستعملوا بعض المقاييس القديمه. ولكن بزاف ديال الناس في مناطق اخرى الا قلتي له العبرة ولا قلتي له الصاع ولا قلتي له المد ما غادي يفهم فيهم والو. فاذا بعض الفقهاء المعاصرين الله يجازيهم بخير داروا القياس وعرفوا ان الصاع هو 3 كيلوغرام تقريبا 3 ديال الكيلوغرام، 3 ديال الكيلوغرام ديال القمح هي المقدار اللي ممكن ان الانسان يخرجه من الزكاه، من زكاه الفطر على الفرد الواحد. طيب سؤال، دابا حنا قلنا بان الانسان غادي يخرجها نقدا، شحال غادي يخرج؟ ما نقدرش انا نقول لك دابا لانني ما عارفش وما سولتش على الكيلوغرام ديال الزرع شحال داير. ولكن انت بامكانك انك تسول وتعرف كيلوغرام ديال الزرع شحال داير، ضربوا في 3، هذاك هو المقدار ديال الفطره. المقدار ديال زكاه الفطر هو مقدار هذاك الثمن اللي غادي تشري به 3 كيلوغرام ديال القمح. وممكن الى شي انسان عرف حتى الناس اللي تيعلقوا، الناس المحترمين ماشي قلال الادب والترامي، الناس اللي محترمين اللي معانا
ممكن انهم يقولوا لنا، اذا سيعرفوا يقولوا لنا بشحال تيدير الزرع دابا، بشحال الثمن ديالو دابا، بشحال الثمن ديال الكيلو. 3 كيلو هو هذاك الثمن ديال الصاع، وممكن انك تخرجها فلوس. باش يكون انفع لهذاك الفقير، واش ممكن انك تجمع ديال كل شيء وتعطيها الفقير واحد؟ اياه، بل انا تنصحك انك تدير هذه القضيه هذه. انا تنصح انه تدير انه في عاود ما تعطي واحد ثمن بسيط جدا 15 درهم ولا 20 درهم، تبقى تفرقهم. شوف شحال عندك ديال الافراد في العائله، عندك 5 ديال الناس، عندك 6 ديال الناس، عندك 7 ديال الناس، شوف 3 كيلو ديال القمح شحال جات وضربها في هذاك عدد ديال الناس، لان الانسان تيخرج زكاه الفطر عليه وعلى من يعيله، على الناس اللي تينفق عليهم، على الناس اللي تيعيلهم. فشوف شحال عندك ديال الناس اللي تتنفق عليهم، عندك 5 6، وشوف شحال الثمن ديال هذاك ديال 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 الزكاه، وجمعه كامل وصاوب لك واحد المبلغ كامل. شوف شحال غيجيك، 100 درهم، 80 درهم، 150 درهم، انت وافراد العائله تبارك الله، شحال عندك ديال افراد ديال العائله، وجمع هذاك المبلغ وسير ديه للشخص اللي تتشوف انه يستحق، وعطيه هذاك المبلغ كامل، فانه انفع له. فعاود ما تشد 20 درهم تعطيها لهذا، 20 درهم تعطيها لهذا، 20 درهم ما يصدقش ليه، 20 درهم ولا 30 درهم ما يصدق حتى واحد ما تستفد فيهم. اللهم جمع هذاك المبلغ كله يعطيه لشخص واحد، هذاك الشخص الواحد ممكن هذاك المبلغ تعطيه واحد 100 ولا 150 ولا 200، غينتفع بها، غينتفع بها مع دارو، غينتفع بها مع عائلته، غينتفع بها مع، غادي يدير بها واحد الجو زوين نهار العيد. وهذا هو المقصود اصلا من زكاة، هذا هو المقصود اصلا من زكاة الفطر. طيب، السؤال اشنو شكون الناس اللي ممكن انك تعطيهم زكاة الفطر؟ شكون هما الناس اللي ممكن تعطيهم زكاة الفطر؟ الناس اللي ممكن تعطيهم زكاة الفطر، وهنا مسألة مهمة جدا تفكرت بها السؤال اللي جاني البارح ديال الأخ الكريم اللي اتصل على هذا الموضوع نيت، راه الناس إما تعطي إما تياخذ، راه ما يمكنش يكونوا فيك جوج، ما يمكنش تكون تتسحق أن الناس يعطوك زكاة الفطر وانت براسك تتخرج زكاة الفطر، لا يمكن. انت يا اما تتسحق ان الناس يعطيوك، يا اما خصك انت تعطي. فاما الامور عندك ميسره ولا باس به، ماشي تنقولوا ميسره هي تكون غني، ما تنهضروش على الزكاه الكبيره، تنهضروا غير على زكاه الفطر، هي واحد المبلغ بسيط. انسان متوسط الدخل بخير، لاقي ما ياكل، لاقي ما ياكل هو وليداته، الحمد لله مقنع مكفي، ماشي لاباس عليه، ولكن الحمد لله مكتفي، عايش بخير وخير وعلى خير من الحامدين الشاكرين، هذاك عليه زكاة الفطر. انسان اللي 100 درهم ولا 150 درهم ولا 200 درهم على حسب شحال جاه، ما تتقيسو في والو، ما تتاثر عليه، هذا هو المقياس. شوف انت واش هذيك 100 درهم ولا هذيك 150 اللي غادي تعطي، واش تتاثر عليك في حياتك؟ واش غادي تسبب فيها شي مشكل مادي في العائلة ديالك، في الأسرة ديالك؟ واش تتشوف أن الأسرة ديالك محتاجة وفي أمس الحاجة لهذاك المبلغ، خصوصا في هذا الوقت؟ إلا كنتي في هذه الحالة فأنت فقير، الناس خصهم يعطيوك. فما يمكنش مثلا إنسان ما خدامش في كورونا، ما عنده مدخول، المدخول اللي كان عنده مسدود، وتجي تقول له لا خصك تأدي زكاة الفطر. إلا ما خدامش في هذه الكورونا وما عندكش باش توكل وليداتك، وغير تضارب مع الحياه، وغير الله تتجبد الى عندك شي فلوس قدام ولا تتسلف ولا تدير، انت خص الناس يعطيوك، ماشي خصك تعطيهم. انت مستحق، تتسمى مستحق لزكاه الفطر، ماشي واجب عليك زكاه الفطر. لان الفطره، علاش انا تنتكلم على هذا الموضوع؟ لان الفطره حتى هي خرجات من بعد العبادي بحال بزاف الامور ديال رمضان، وتحولت احيانا الى طقس، بحال اللي بنادم تيمشي يتكلف باش يذبح الاضحيه ديال العيد، بحال اللي بنادم تيتكلف ما عرف شنو يدير باش يحافظ على الطقوس الجماعيه، حتى الفطره بالنسبه ليه هو طقس جماعي اللي خصو يحافظ عليه. وهذه لا علاقه لها بالدين، هادشي الدين تيقول لك اما انك تكون مستحق انك تعطي، واما انك يكون واجب عليك انك تعطي، ما يمكنش يجمعوا فيك بجوج. ما يمكنش تكون فقير تتستحق انك تاخذ،
ما خدامش تتسحق انك تاخذ عندك حاجه ماسه الماده ما عندكش مزير ما يمكنش هذيك 100 درهم صعيب عليك انك تخرجها واعر عليك انك تخرجها فما يمكنش انك يعني الا خرجتها غادي نحرجوك عرف بانك تتسحق ان الناس يعطوك الى بعض الناس خصوصا من الخارج الى ما امكانهمش انهم يطرحوا الاسئله ديالهم عبر الهاتف ممكن كما شفت الان بعض التعليقات ممكن انهم يخليوا السؤال ديالهم في التعليقات حتى هي غادي نجاوبوا عليها كما سولتنا الاخت سعاد رسلت السؤال ديالها غادي نجاوبوا عليها حتى هو لان كاين بعض الناس اللي ما متيسرش ليهم اما في دوله اخرى اما ما عندوش باش يعيط ولكن عنده كونيكسيون فماشي مشكله الا عندك شي سؤال وما امكانكش ما تيسرش لك الاتصال ممكن انك تتصل بنا ممكن انك تكتب السؤال ديالك في التعليقات غادي نكمل على سعاد وغادي نشوف السؤال ديالك اذا قلت بانه الانسان اللي فقير هذاك يستحق ان تقدم له الزكاه ماشي انه هو اللي يعطي الزكاه ماشي انه هو اللي يعطي الزكاة لا هو تعطى ليه الزكاة تقدم ليه الزكاة طيب باش نساليو هذه النقطة هذه ما خدامش فقير ما لاباش عليك صعيب عليك انك تخرج انت خص الناس يعطوك ماشي انت اللي تعطيهم الناس هما اللي يعطيوك لان انت مستحق لزكاة الفطر زكاة الفطر ما مفروضاش على كلشي البشر مفروضة على من قدر عليها لان هذه هي الاحكام كامله الا ما عندكش قدره ما عليك حتى حاجه رفعت عنك طيب كاين واحد السؤال مهم جدا اللي هو متى تخرج زكاه الفطر وقتاش تكلمنا على من بعد قلنا من بعد العيد ما كاين زكاه الفطر سالينا الا وصل العيد ما بقات زكاه الفطر اذا زكاه الفطر تتكون قبل العيد طيب قبل العيد بشحال واش كاينه شي مده محدده بعض الفقهاء تيقولوا يوم قبل العيد يومين ثلاثه ايام وهي اجتهادات فقهيه باش نتفقوا هذه غير اجتهادات فقهيه واش كاين شي نص تيحدد الوقت اللي ممكن انه تؤدى فيه زكاه الفطر لا يوجد ما كاين حتى نص تيحدد المده ديال ما قبل العيد قلنا بعد العيد كاين لانه ما كاينش اذا وقتاش ممكن تخرج زكاه الفطر وقت ما بغيتي في رمضان كله ممكن انك تأدي به زكاة الفطر وخصوصا لما تقرب الايام علاش تنقول هذه المسألة لانه لا يعقل انك تجي حتى الليلة ديال العيد الغد ليه الناس غادي تصبح معيدة في الصباح وتجي الليل وتمشي عند واحد السيد وتقول له هاك واحد الامانة باش تدوز العيد مزيان واش غايدير بها هذيك الساعة صافي اللي طلع عطار الصباح العيد راه الا شرا شي حاجه كنخصو يكون شراها الا باغي يشري شي حويجات لوليداته كنخصو يكون شراهم الا باغي يوجد شي مويكله زوينه نهار العيد خصو يكون شراها وبالتالي لا معنى لانك تجي حتى لاخر لحظه وتقول له هاك الفلوس ديال زكاه الفطر الا باغي تعطي زكاه الفطر يومين ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام حتى من دابا بامكانك انك تعطي زكاه الفطر ونيت بهذه المناسبة نجاوب على السؤال ديال الأخت اللي سولات قالت السلام الوالدة كاينة عندي في فرنسا ما كتصومش عندها مرض السكري واش تخرج الفطرة على ثمن فرنسا أو على ثمن المغرب لا على حسب المكان اللي هي فيه على حسب إذا كانت هي في فرنسا تخرج على حساب فرنسا دابا كل إنسان واخا هي أصولها مغربية الله يخليها ليك ولكن بما انها هي مقيمه عندك تما في فرنسا ولا كنتي اصلا لان قلتي لي هي كاينه عندك يعني انت اللي تتنفقي عليها الا كنتي انت اللي تتنفقي عليها راه انت اصلا اللي تخرجي عليها بغات حتى تخرج على راسها تتشوفوا تما الناس شحال تتخرج شنو هو الثمن اللي قالوه الناس ديال تما اللي هو يتناسب مع صاع من البر شنو هو الثمن المناسب وتخرج هادشي فيه تو هادشي فيه سعه كبيره زعما ما فيش تزيار بزاف ناخذوا اتصال هاتفي الو مرحبا الو مرحبا سيدي سي شوف تيفي مرحبا شكون معايا انا واحد السيده من الرباط كنشوف واحد لانترفيو بين نادى حسيك هذا شوفي احنا دابا الان على الهواء في واحد البرنامج
الا ممكن من بعد ما يسالي البرنامج يسالي اللايف اللي حنا دابا ممكن تتصلي بالقناه. داك حتى انا شفت واحد لا فيديو ديالها دابا في التيفي وبغيت نهضر، ممكن اذا كنتي كتسمعني. شنو شنو شمن الموضوع تفضلي؟ لا هذاك البروبليم بينها وبين نزار كيما قلت يمكن هذا من بعد ما نساليو هذا اللايف ممكن انك تتصلي تتصلي باش تكلمي في هذا الموضوع. شكرا. داك سيدي مرحبا، هات الوقت فين عاود نعيط. باقي لينا حنا شي ربع ساعة ولا 10 دقائق ونساليو البرنامج. مرحبا. فقلت بما انه السيدة قلت بان هادشي ما فيه زعما راه ما تحسبكمش مزير بزاف، ما خرج ديال فرنسا ديال المغرب، المهم ان الانسان يقوم بهذاك الواجب. إذا كنت انت ميسر عليك الله وبامكانك انك تخرج كاع زايد على داكشي، شوفي مثلا بحساب المغرب ولا حساب فرنسا شكون اللي كثر فيهم ديري هذيك اللي كثر. مثلا الا كان على حساب فرنسا غادي تجيك واحد جوج ديال اليورو ولا ثلاثه ديال اليورو للشخص، وفي المغرب تجيك شي 15 ولا 20 درهم، ديري انت ديري ماشي مشكل. يعني هذه صدقه صدقه، ديري انت هذيك الغاليه فيهم هادشي الا بغيتي، يعني غير باش تخرجي كاع من هذا الخلاف هذا، ونيت حنا نجيو شويه من مصلحه هذاك الفقير نزيدوا ليه واحد شويه في هذاك المبلغ اللي ممكن انه ياخذه من عندك، ونتمناو من الله عز وجل انه يقبل منك. ايضا كاين واحد السؤال في التعليق، السيده فاتي قالت لك انا راجلي مريض ما صامش رمضان، واش نقدروا نصيفطوها للمغرب؟ هذه تتكلم على هاد السيده. اذا انت خارج المغرب، نعم اذا انت خارج المغرب باين واضح من السؤال، واخا هي ما قالتهاش ولكن واضح من السؤال انها خارج المغرب، وقالت واش ممكن انها ترسل ما عرفتش هي واش تسول على زكاه الفطر ولا على الفديه، لان قالت بان الزوج ديالها مريض ما صامش. المهم في جميع الاحوال بحال بحال، سواء هذاك المبلغ المتعلق بالفديه او المبلغ المتعلق بالفطره بغيتي انك تصيفطيه للمغرب، طبعا لا حرج عليك، ما كاين حتى مشكل. وفي المقربين اولى، الا عندك شي ناس من العائله، الا عندك شي ناس تعرفيهم قراب في المغرب هما اولى بهذيك الصدقه ديالك، ارسليها لهم اولى من انك تعطيها لشخص ما تعرفيهش. انما زكاه الفطر اللي تنأكد ان خصها توصل قبل العيد. الا كانت زكاه الفطر ماشي الفديه، ناخذ اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا. شفتي زياد ياك؟ لايا الله يخليك، بغيت نسول على داك النزار. على ايش؟ على نزار. اذا ممكن هذا الموضوع من بعد ما نسالوا البرنامج اللايف اللي حنا فيه دابا ممكن نصلحوا لهذا الموضوع. فقلت بان نكمل الجواب على الاخت فاتي، قلت إلا كنتي تسولي على زكاة الفطر، زكاة الفطر خصك قبل العيد تكون في المغرب، تكون وصلات لهذاك السيد اللي انت باغا تعطيه ولا ديك السيدة اللي انت باغا تعطيها. ولكن إلا كان المبلغ ديال الفدية اللي هو مقابل أنه ما صامش، لأنك تكلمتي قلتي الزوج ديالك بأنه مريض ما صامش، إلا كان الفدية ديال الصوم هذيك واخا يفوت العيد، واخا يفوت العيد ماشي مشكلة، لأن هذيك ما مرتبطاش بالعيد. ولكن الا كان المبلغ ديال زكاه الفطر، وهذه نيت بالمناسبه السؤال ديال الاخت سعاد وديال الاخت فاتي، بما انهم سولوا على الموضوع ديال الناس اللي في برا لمن ممكن يعطيو، بامكانكم ماشي شرط انكم تعطيوها في المكان اللي نتوما فيه، بامكانكم انكم تجمعوا هذاك المبلغ وانكم تعرفوا اذا تتعرفوا شي حد في الخارج في المغرب عفوا، انكم ترسلوا ليه هذاك المبلغ. غير كان الامر متعلق بزكاه الفطر خاصه يكون قبل العيد. الا كان الفديه اللي هي الناس اللي ما قدروش يصوموا، الناس اللي مراض واللي باغيين يخرجوا الفديه مقابل الافطار ديالهم، هذوك بامكانهم انهم يجمعوا هذاك المبلغ وانهم يرسلوه في اي وقت. يعني هذاك ما عندوش وقت معين، ما عندوش لا عيد ولا ماشي عيد، الفدية ديال الصيام ممكن انك ترسلها في اي وقت. اذا نعاود نرجع للمسألة اللي كنت تنتكلم عليها. مرحبا لاله فاتي، العفو. نرجع للمسألة اللي كنت تنتكلم عليها اللي هي القضية ديال تعجيل اداء زكاة الفطر. زكاة، اذا نعطي دابا في ختام هذه الحلقة هذه، نعطي واحد الملخص
ديال الموضوع اللي تكلمنا عليه اليوم. قلنا زكاة الفطر اللي هي الزكاة اللي القصد منها إغناء الفقير في ذلك اليوم، إسعاد الفقير في يوم العيد، ما يمشي زكاة اللي تخلي لاباس عليه ولا اللي توسع عليه ولا، هذه زكاة بسيطة خاصة برمضان عندها مناسبة محددة ديالها اللي هو الوقت ديالها اللي هو من أجل يوم العيد، وبالتالي ما يمكنش تخرج من بعد العيد، ضروري أنها تخرج قبل العيد. وقتاش تخرج قبل العيد؟ في أي وقت من رمضان، حتى من دابا. حتى من دابا بقى 10 أيام على نهاية رمضان، بإمكان الناس أنها تدفع زكاة الفطر للناس اللي تستحقها. شحال غادي تخرج بزكاة الفطر؟ مقدار 3 كيلوغرام ديال القمح. شوف 3 كيلوغرام ديال القمح شحال الثمن ديالهم؟ هذاك هو المبلغ تتخرجوا على كل فرد من الناس اللي تتعينهم، من الناس اللي تتنفق عليهم. واش ممكن أنك تكون في بلد وترسلها إلى بلد آخر؟ ما كاين حتى مشكل، غير بشرط أنها توصل قبل العيد، يستافد منها هذاك الشخص قبل العيد. واش ضروري أنك تخرجها قمح ولا ماشي مشكل أنك تخرجها فلوس؟ أنا تنقول بل الأولى والأحرى أنك تخرجها فلوس، لأنها أنفع لذلك الشخص اللي غادي تعطيها ليه، وأفضل ليه وأحسن ليه. هذا كان هو الملخص والمختصر ديال الأحكام اليوم المتعلقة بأحكام الصيام. شكرا لكم على المتابعة، وإلى حلقة أخرى، إلى اللقاء.